مدحت اتفرجت على ماتش امبارح؟ اتفرجت مش زهقان يعني. بص برضو عارف لو انت بتلعب فرقه قويه يا كابتن هقول لك ماشي يعني، انما انت بتلعب بطريقه هو طريقه المنتخب. بس اللي ظهر امبارح ان هو بيعتمد على حاجه معينه يا كابتن احمد، ان الباك ليفت او الباك رايت لازم يكون متقدم قدام بالطريقه اللي انت كنت بتتكلم فيها لما انت كنت بتقول ايه الاثنين الديفندر يقفوا، ما فيش واحد فيهم يكمل يعني زي ساسي وطارق كده، الاثنين بيقفوا يا كابتن مع الاثنين سرد باكات، بقوا الاثنين طايرين قدام. هو بقى هو عامل سيستم معين لو لاحظتها طول خلال ال 90 دقيقه، لو محمدي او لايمن اشرف او احمد ايمن منصور اي حد كانت تجيله الكره لازم يكون في ثلاثه جوه ال 18 عشان الكروس. اهم حاجه تيجي من هنا تعمل الكروس بتاعك، فهمتني يا كابتن خالد؟ والناس تشارك بدماغها يعني. انا شفت ده الجديد، انما ما تيجي تبص ما يعني طبعا الواحد بيتمنى التوفيق للمنتخب اكيد، بس بالشكل دوت يعني اتمنى ان هو يوصل بس للتشكيل المناسب. لا هو ايه، هو بص هي طبعا بالنسبه لمباراه امبارح هو بص ماشي يعني بص قالك هو بص تقلق المشاهدين بس هي مش مقياس كويس، ولكنها ليست مقياس. ليه ليه؟ عندنا عناصر مهمه جدا ما كانتش بتلعب. مين يا كابتن؟ وعلى راسهم محمد صلاح. تمام يعني لا حاول كابتن بس حاول كابتن بقى اركن محمد صلاح يعني لوحده كده. مين تاني؟ طارق حامد والنمني. طب ما طارق كان بيلعب. لا انا قصدي بص في كومباينيشن بيحصل قد يختلف البعض ويتفق البعض في ان طارق والنمني بيلعبوا جنب بعض كويس. تمام بيلعبوا جنب بعض كويس. واخد بالك ازاي؟ كابتن انت مدرب كبير يا كابتن. كابتن ما انت عايز ايه؟ لا مدرب ما تقوليش يعني يا كابتن ان نني وطارق يعني طارق طبعا لعيب كبير وكل حاجه طبعا، بس نني وطارق لو غابوا فمنتخب مصر نص ملعب منتخب مصر اختفى يعني. لا طبعا يا لا ازاي يا كابتن؟ محمد صلاح هيتفق معاك ما فيش زيه يعني لعيب ما يغيب تريزيجيه، لكن لا خلاف عليه. عندك اهم لعيبه بتلعب امبارح يا كابتن عبد الله السعيد وتريزيجيه. طب انا قلت نزل في الاخر. هو انا قلت لك حاجه، اصل انت حسستني ان غياب طارق والنني طبعا في الطريقه اللي هيلعب بيها الراجل. طريقه ايه يا كابتن اللي هو مدحت بيتكلم عليه؟ ممكن اسالك سؤال؟ ايه اللي هو بيلعب؟ انا شايف ان عماد دونجا احسن يعني لعيب كويس جدا ممكن يلعب اساسي. يا سيدي لعيب كويس، انا بقولش في فرق بين لعيب كويس ولعيب عنده خبرات المكان. يعني انت شايف مثلا ان لعيب بص يا كابتن النني خبراته اعلى من عماد؟ انا عايز لا انا عايز النني طبعا خبراته. النني بيلعب في نادي من اكبر الانديه اللي انا مالي يا كابتن مش مالكش دعوه يا كابتن، لازم مصر تحط ده في الاعتبار يا كابتن. ما اهم حاجه شوف انا شوف دلوقتي المحمدي تمام اللي امبارح جاب الجول تمام وكابتن منتخب مصر تمام، اول مره ممكن يبقى اساسي السنه دي من مده طويله. ليه؟ عشان بيلعب محترف. لا يا كابتن عشان بيشارك. طب ما طول عمره بيلعب محترف. لا لا لا, لا بس كان بيلعب في مكانه احمد فتحي، جول اسمه احمد فتحي تمام صح النهارده. وبعدين محمدي مش صغير يعني محمدي برضو من اللعيبه الكبار الكبار حتى في السن، سيبك من مستواه ولكن الاصرار. هو صعد دوري السنه دي وفي ناس شككت كتير جدا جدا في المحمدي. يا كابتن احنا دايما معلش انا برضو بختلف في فكره التشكيك والتقليل كده. احنا لعيبه كوره دايما بيكون يعني قناعاتك باللاعب من خلال ادائه. لا يعني انا قناعاتي هو مع منتخب بلده بيعمل ايه كابتن. انا قناعاتي باللاعب بالراجل المحترف. اسمع بس، الراجل المحترف ده اجتهد جدا زي ما دلوقتي مدحت بيقول لك تريزيجيه. تريزيجيه ده انا بعتبره من افضل اللعيبه. طب حد مختلف على تريزيجيه؟ ما انا اقول لك بقى. فالنهارده محمد النني ده اجتهد ماشي واحترف واحترف في انديه كبيره جدا. نختلف او نتفق على لعبه مع المنتخب، لعبه احنا مش يعني ايه معلش برضو ما وصلناش للحاله الفنيه قوي 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 اللي نعرف نقيم لعيب بيلعب الى الان في نادي الارسنال الانجليزي من اكبر الانديه الانجليزيه. كابتن احمد ممكن سؤال بعد اذنك؟ اتفضل. انا خليك تكمل بس هو سؤال اللي انا عايز اوصل له انا وكابتن خالد، متهيألي خالد عايز اوصل لنفس الرساله. النهارده الجهاز الفني او المسؤول على المنتخب بيلعب او بيشارك او بيعمل قايمه عن طريق المحترفين بس؟ يعني نسبة عالية منه. تمام. النسبة العالية هو بيجيبهم نسبة مشاركته قد ايه؟ ولا بيلعب ولا ما بيلعبش؟ لا لا هو ممكن يعتبر ان تدريبه في الارسنال استنى بس المحمدي، ما انا هقول لحضرتك بس النقطة دي. المحمدي زي ما حضرتك بتقول النهارده كله كان بيشكك اللي هو بيلعب،
لا المحمدي بيشارك اساسي عشان شارك الموسم كله بالكامل، وعشان كده في بس كان في قبل كده في ايه احمد فتحي آه. النهارده في عمر جابر بيشارك، بس الانسب للراجل في الطريقه دي مين؟ المحمدي. هنفذها لا دي اللي بقول لحضرتك. وعمر جابر يا كابتن، طب ما انت عندك احمد فتحي مش محترف. لا انا بقول كان بيلعب على المحترف. هي دي بقى، هي دي فتحي مجموعه خبرات اتكونت في حوالي 15 سنه منذ ان كان في منتخب الشباب، وفضل في المنتخب الكبير بقى لعيب مستوي. اسمع، في لعيبه تانيه لا جدال عليها. طب ما حسني عبد الرب ما كانش محترف بس كان من اميز اللعيبه، لكن انا النهارده لما اجي اشكل منتخب مصر ما بقاش عندي لعيب محترف في الدوري الانجليزي وماخدوش. كابتن انت عندك دلوقتي ازاي يعني ثلاثه راس حربه، احمد علي، مروان محسن، احمد حسن كوكا. انت دخلتني في قصه ثانيه. لا هقول لك ليه بقى، هقول لك ليه. انا ايه لغايه دلوقتي ازاي انا بعتبر مصطفى محمد مواليد 97 عنده 22 سنه، يعني ممكن يكون احسن لاعب في العالم. اقل من 22 هو 97 او 98 ما اعرفش 98 او 97. لا هو 7 21 او 22 آه. بعتبره حتى الان لعيب ناشئ. ده 22 سنه ده يكون اساسي في منتخب بلاده. ليه ما اختاروش؟ ليه ما اختارش ناصر منسي بتاع بيراميدز؟ برضه لعيب بيلعب اساسي في منتخب الاولمبي. يعني ليه ما اختارش عبد الله جمعه؟ ليه ما اختارش خبرات زي ما انت بتقول كهربا، رمضان صبحي؟ ما هو كل ده برضو عندنا علامات استفهام. اختار سبع لعيبه سردباكات يا كابتن. استنى. سبع لعيبه سردباكات واخد ثلاثه راس حربه وعايز تاخد البطوله. بص يا خالد، بص يا خالد، انا قلت لك ايه، في حاجات كتير جدا 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 اي مدرب من وجهه نظرنا بيعملها غلط، من وجهه نظرنا ومن وجهه نظره هو بيعملها صح. في الاخر برضو هو هيلعب في مسابقه او في بطوله هيحاسب عليها. كابتن امام عاشور بيلعب ايه؟ بيلعب سرد باك في الاهلي. بقاله قد ايه؟ بقاله من ساعه ما جابوه. طب جاي بيلعب على منتخب ايه؟ باك ليفت. طب هو يعني على اي اساس يعني انا عايز افهم يا برضو كابتن، هل الكلام بتاعنا دلوقتي هيفيد في اختيار اللاعبين؟ انا عايز اعرف. زي ما بنقول بيفيد يا كابتن. لا لا زي ما بنقول معلش. لا ما بيفيدش. لا هقول لك حاجه، لا عارف كلامنا دلوقتي بيعمل ايه؟ زي ما بالظبط احنا بنطلب، او زي ما انا قاعد بطلب من جمهور نادي الزمالك مسانده الجهاز الفني بقياده خالد جلال، برضو بطالب الناس اللي بتتفرج، لان ده في سلبيات كتير جدا 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 في اختيارات المنتخب المصري، كلنا حاسين بده. بس برضو احنا نفضل يا كابتن كل واحد يجي يا سيدي، ما هو كده مش نفضل نقول بقى كابتن كل مره في الأول كل مره في سلبيات في فرق كبير. اتحاد الكوره تقول لهم يا جماعه في فرق كبير يا كابتن بين مدرب نادي ومدرب منتخب. بالزبط. مدرب منتخب بيختار افضل العناصر الموجوده في الانديه، اما مدير فني بتاع النادي بيجي على 25 لاعب دول عنده طول السنه. اقسم بالله انا معاك قلبا وقالبا، بس هل ده هينفع دلوقتي؟ كابتن انت عندك معلش ايمن اشرف، احمد ايمن منصور، اسمه ده الونش، محمود علاء، احمد حجازي، مين تاني يا جماعه؟ غزال في وقت من الاوقات، مين تاني؟ يعني عندك سته سرد باكات. طيب سته سرد باكات طيب. هتلعب بينهم اتنين، هيقول لك ايمن اشرف باك ليفت. طب هو بقاله سنه بيلعب مع الاهلي. احنا بنناقش موضوع باهر محمدي كمان اهو نسيته اهو، وباهر محمدي اساسا باك رايت. الاسماء دي اللي اتحطت في منتخب مصر مش في ناس مسؤوله في اتحاد الكوره بتوع كوره؟ في حازم امام وفي مجدي عبد الغني ده كلهم بتوع كوره، واحمد شوبير مش كده؟ هل ما شافوش اللي احنا شايفينه دلوقتي؟ اكيد شافوه يا سيدي. بص يا مدحت، لما تيجي تكلمني هقول لك انا المدير الفني المسؤول. يا كابتن هاني رمزي انا شفته في حلقه بيسالوه على عبد الله جمعه، قال لك لعيب جامد جدا، لعيب كويس جدا، بس احنا طريقه طريقه يعني هو يعني نفسي اعرف مثلا أنا يعني ايه الفرق بين عبد الله واحمد ابو فتوح وايمن في الطريقه؟ يعني بالعكس ده انت بتلعب على ارضك وسط جمهورك، يعني انت النواحي الهجوميه عندك من المفترض انها تكون اعلى بالنسبه للباكات عشان خاطر ان انت طول الوقت هتكون عندك دايما انت اللي هتكون متسيد الموقف على ارضك. والطريقه اللي الراجل هيلعب بيها اللي مدحت قال عليها واللي انا شفتها امبارح ان احمد ايمن منصور او ايمن اشرف على طول طاير لقدام. طب طاير قدام عبد الله جمعه. عبد الله جمعه بص بص انت يعني مش انت لوحدك اللي زعلت او عبد الله جمعه يا كابتن. انت احنا زعلانين عبد الله جمعه ورمضان صبحي جيب عبد الشافي. ده عبد الشافي، شوف عامل ايه في دوري السعودي. عبد الشافي ده حكايه، ده عبد الشافي ده هو في حد جيب عبد الشافي في حته في الجزء بتاعك اللي انت بتتكلم فيه التكتيك ده في حد ما ياخدش عبد الشافي. لكن بص بص يا خالد هقول لك على حاجه، لما هنقعد نقول ان الراجل خد وما خدش هنطلع له 5000 غلطه، بس هاني رمزي لما يقعد
هاني رمزي لما يقعد يتكلم يعني انت بتشتغل معايا او مدحت بيشتغل معايا او انا بشتغل مع مدرب هدافع عن الاختيارات اللي خدها حتى لو هو كمان من غير ما تناقش معاه كابتن حتى لو لا ما انا هقول لك بس حتى لو هو مش مقتنع كابتن الاختيارات اللي اتخذت بناء على الجهاز الفني المعاون في بعض الاحيان حلو يعني انا هاني رمزي انا بقول لك وليد سليمان يبقى خطا انضم للمنتخب وهو بقاله 3 شهور مصاب يبقى خطا يبقى كابتن انت بتتكلم على مصطفى محمد مروان محسن ازاره هو اللي كان بيلعب وهو كان بينزل مع عشان كده بص كابتن ما احنا كان اختيارات على اساس ايه مدحت عشان كده انا بقول لك ده احمد علي راح بالعافيه في اخطاء كتير جدا اخطاء كتير جدا 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 بس الراجل تمام والاتحاد وفيهم عباقره في كره القدم لم يناقشوا في اختيار اي حد طيب على العموم عشان وقتنا جري ان احنا ساعتين مش 3 ساعات على العموم احنا كلنا بنتمنى منتخب مصر انه يكرمه وياخد البطوله بنلعب على ارضنا وسط جمهورنا في ملاعب متعودين عليها في اجواء متعودين عليها اختيارات المدير الفني يتحملها هو علامات استفهام على الاختيارات ولكن انا من وجهه نظري ان من ضمن اساسيات البطوله ان انت تكون عادل عادل في اختياراتك ربنا بيكرمك في لما بتكون عادل في اختياراتك في بعض الاحيان لكن اللي انا اللي بنتمناه كلنا ان ربنا يوفقنا لكن المستوى الفني لمنتخب مصر فيه مستوى فني جامد جدا منتخبات بنتكلم على نيجيريا بنتكلم على السنغال يا كابتن بنتكلم على المغرب بنتكلم على تونس كسبت كرواتيا في كرواتيا اللي وصلت نهائي كأس العالم اللي فاتت بنتكلم على الجزائر فريق محترم بنتكلم على غانا بنتكلم لا يعني في منتخبات كنت رايحين تطلعوا بكام 13 كونغو ديمقراطيه منتخب قوي 13 صح ولا لا كنتوا انتوا اقوى منتخب لما رحتوا نعم انتوا كنتوا اقوى منتخب لا طلعتوا واخدين البطوله لا احنا عملنا يعني نظمنا البطوله تقريبا 4 مرات تقريبا خسرناها مره واحده 74 عينها اخسر في زئير وكسبناها في 2006 أيوة. وكسبناها 57 وكسبناها 86 ايه 86 ايوه 86 بتاعت مايكل سميث 59 كانت في مصر برضو بتاعتي كانت في السودان طيب واحده تمام. فيهم كانت في مصر 57 اللي كانت في مصر كابتن احمد بشكرك شكرا كابتن دايما التوفيق كابتن مدحت بشكرك شكرا كابتن خالد وكل الدعم طبعا للكابتن خالد ومنتخب مصر الفتره دي ان شاء الله ربنا يوفقهم يا رب ان شاء الله نطلع لفاصل نستقبل استاذ ايهاب الفولي استاذ شادي عيسى وكلام على ما حدث الفتره الاخيره من انسحاب الاهلي عوده الاهلي لوغاريتمات كتيرة جدا هنتكلم فيها مع النقاد الرياضيين وعايز اقول لكم بكرة هناك مؤتمر صحفي اجتماع لمجلس ادارة نادي الزمالك الساعة 11 الساعة 12 في مؤتمر صحفي لرئيس نادي الزمالك هوضح بعض الامور الفترة اللي جاية هيتكلم على خالد جلال اعارة اللاعبين او عودة اللاعبين يعني الوقت دلوقتي لا يسمح بهذا الموضوع موضوع فرجاني ساسي جاي له عقد ومش عقد برضه من ضمن البلبله اللي بتتقال فرجاني ساسي ملوش اي عقد وفرجاني ساسي مكمل حمدي النجاز كهربا كل ده هنعرفه ان شاء الله بكره في المؤتمر الصحفي الساعه 12 في نادي الزمالك نطلع الفاصل ونستقبل النقاد الرياضيين المحترمين يلا بينا